لكن خلينا نبدأ مع حضراتكم بأولى فقراتنا وهي الفقرة الإخبارية. امبارح كان الاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتحتفل بالذكرى 55 على افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. تم وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية الجديدة على أرض دير الأمبرويس والمعروف قديما بدير الخندق. ده كان افتتاحها رسميا للصلاة بيد صاحب القداسة البابا كيريلوس السادس تحديدا في يوم 25 يونيو 1968 في حفل مهيب حضروا الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وجلالة الإمبراطور هيلاس لاسي رئيس إثيوبيا الراحل والبطريرك مار أغنستوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية ونبدأ معاكم أولى فقرات. أيها الأخوة، حينما تقابلت أخيرا مع البابا في منزلي في بناء الكاتدرائية وأن الحكومة مستعدة للمساهمة في هذا الموضوع، ولم يكن قصدي من هذا فعلا المساهمة المادية، فالمساهمة المادية أمرها سهل وأمرها يسير، ولكني كنت أقصد الناحية المعنوية. نادى الدين المسيحي ونادى الدين الإسلامي بالمحبة. نادى الدين المسيحي ونادى الدين الإسلامي بالمساواة وتكافؤ الفرص. نادوا أنا ضحية للاستعباد، حمل من العذاب ما لم يتحمله بشر. كلنا نعلم هذا، ولكنه تحمل هذا في سبيل رسالته السماوية وفي سبيل نشر الدعوة، لأن هذا العذاب وهذا الأمل جعل منه المثل الأعلى في كل بقاع العالم. وبعد هذا خرج المسيحيون في كل العالم يدعون للدين الإلهي ويتقبلون العذاب بصبر وإيمان، وكان دائما لسانهم يدعو رغم العذاب إلى المحبة وإلى الأخاء. وتوجه الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي يصحبهما قداسة البابا كيرلس ورؤساء وممثلو الكنائس العالمية، إلى حيث أزيح ستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكنيسة المرقسية. ودع البابا كيرلس ورؤساء الوفود الدينية الرئيس والإمبراطور عند انتهاء افتتاح الكنيسة المرقسية.